السلام عليكم الإخوان، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم جميعا، أتمنى تكونوا بصحة جيدة. الإخوان مرحبا بكم مرة أخرى عند مدرسة مزاكان بعنوان فائدة من ذهب. إن شاء الله عز وجل غادي نكملوا اللقاءات ديالنا التواصلية معكم إن شاء الله ومع الأحباب ومجاميع المواليع اللي كيحبونا من كل قلب، سواء داخل المغرب أو خارج يعني الوطن ديالنا المحبوب. فتحياتي للجميع الإخوان إن شاء الله الرحمن الرحيم. عندنا لقاء آخر مع سيزين الدين باش نكملوا كل ما هي كتهم أو ما هو يعني كيهم الطائر المالينوا. تكلمنا وخدا واحد ورقة التعريف سواء على الحكام الدولي والوطني السي زين الدين، وعلى تعريف بالطائر المالينوا، وتكلمنا واحد النقطة يعني بإيجاز على حول يعني الهجين ديال الميكستو خلال هاد لاراس هذه ديال المالينوا أو نوع آخر، وعطانا فكرة جزاه الله خير. فاليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم عندنا لقاء غادي نتكلموا على طريقة التلقين، طريقة التلقين ديال هذا الطائر هذا ديال المالينوا، كيفاش كيتعامل السي زين الدين مع يعني انفراخ ديال الطائر المالينوا. وما كرهناش إن شاء الله إلى بقى الوقت أو حلقة أخرى يتكلم لينا على المسميات، على كل ما هو مسميات ديال التغاريد ديال هاد النوع هذا ديال الطائر المالينوا، باش تكون عندنا إن شاء الله فكرة شمولية على الطائر. خدنا ما هو جانب يعني ديال تفريخ حتى المرحلة ديال التحفيظ من طرف السيد مصطفى الرحماني فيما يخص الأمور ديال المالينوا أو الهارز، وكذلك خدنا بعد يعني معلومات في هذا الجانب هذا ديال تلقين ديال الطائر الهارس كذلك من طرف السيد أو الحكام الوطني سي مقران، تحياتي له وتحياتي السي مصطفى. وإن شاء الله الرحمن الرحيم مازال يعني كاينين لقاءات أخرين باش نوسعوا يعني هاد العمل هذا، ناخذوا عليه فكره شموليه باش يستافد الجميع. وكما يعني خدنا يعني امور ديال الجانب الصحي والجانب ديال الوقائي من جانب هاد الاصناف هادو او اصناف اخرى من طرف بعض الاخوان اللي تحفونا وجزاهم الله عنا خير، كالسيد المرنيسي والسي محمد جزاه الله خير، وكذلك السي أناس الأخ أناس الموجود بفرنسا بوزيد جزاه الله خير. وتكلمنا على الطائر المالينوا من طرف السي أناس رشيد، ومازال إن شاء الله غنجيو لأصناف أخرى باش ناخذوا فكرة أخرى. فإن شاء الله خليكم معنا ومع السي زين الدين في كل ما يتعلق بكيفية التلقين، كيفية التلقين. وإلا بقى لنا الوقت إن شاء الله نحن غادي نتكلموا على مسميات ومصطلحات ديال التغاريد اللي كتعطى لهذا الطائر هذا هو طائر المالينوا. تحياتي لكم جميعا وبقوا معنا إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك الرئيس؟ أنا ديما غنبقى نقول لك الرئيس. رئيس وسيادة. كي داير اخويا زين الدين؟ الله يحفظك، الله يطولنا عمرك. كي داير مع شي صاد؟ الحمد لله، الحمد لله كاع اللي جات فوقت. الحمد لله اللي جات فوقت. سي زين الدين خويا مرحبا بك عند مرة أخرى عند مدرسة مزاكان بعنوان فائدة من ذهب. الحمد لله كنشكر الله عز وجل أولا، وكنشكروك أنت الحمد لله ثانيا على
استجابة ديالك للدعوة مرة أخرى ومواكب معنا السير من أجل تنوير الولاعة والمولوع بشكل عام. فشكرا لك أخوي على التضحية ديالك وعلى الوقت ديالك، غير تسمح لنا وصافي السي زين الدين. إن شاء الله اليوم السي زين الدين بغيناك باش نكملوا السلسلة اللي كتعلق بهذا الطائر هذا المالينوا. خدنا واحد ورقة تعريف لا عليك أنت شخصيا أو على المالينوا، وذكرنا أمور الحمد لله اللي استفدت منها يعني الجميع، وذكرنا بإيجاز أمور اللي هي كتعلق بالطائر الهجين ديال الحسون مع المالينوا، وشرتبة أمور أخرى اللي يعني صار انتباه ونال الإعجاب ديال المواليع في هذا الجانب هذا. وبغينا إن شاء الله اليوم تتكلم لنا على كيفية التلقين ديال هذا الطائر هذا المالينوا، وإن شاء الله ندوزوا المسميات أو المصطلحات ديال التغاريد ديال الطائر المالينوا باش نكونوا خدنا واحد الصورة شمولية على هذا الطائر هذا باش تكون استفادة إن شاء الله للجميع. تفضل السي زين الدين ومرحبا بك أخويا. الله يكبر فيك أخويا البوح، شكرا ليك وشكرا لمدرسة مازاغان، والحمد لله هذا الشيء غادي للخير. وانا اخويا ما عندي حتى شي مشكل، مرحبا كاع الحاجه اللي فيها الخير الله ياتينا بها، ونطلبوا من الله انه عند حسن ظن الاخوان كاملين والمتتبعين الحلقات ديالك باذن الله، ونطلبوا من الله ان نكونوا كنفيدوهم. بالنسبه للحلقه ديال اليوم ان شاء الله كما قلت يا سي بوح، كنا وعدنا الاخوان باش نهضروا على التلقين ديال طائر الكناري مالينوا واتر سلاجر. ما فيها بس غير رفع الصوت شويه ديالك السي زيندي. الصوت شويه دابا مزيان مزيان دابا مزيان. واخا قلت لك بالنسبه لليوم ان شاء الله الحلقه ديال اليوم غادي نتطرقوا للتلقين ديال طائر المالينوا واتر سلاجر استادير ليكولاج. وقبل من هذا الشيء لابد من نديروا غير واحد التذكير للاخوان، حيت داك المره مرينا شويه مزروبين، يعني المواصفات ديال طائر المالينوا، المواصفات يعني في اللون في الى اخره، غير واحد دوزه صغيره ما فيها باس نذكروا. بالنسبه لطائر المالينوا، اولا الطائر المالينوا واتر سلاجر هو تيتواجد يعني من الاصناف ديال التغريد، كناري التغريد الموجوده في الكونفدراليه العالميه ديال الطيور لاكوم، يعني تيتواجد كاينه تيتسموا لي كناري دو شون، كلهم هذيك لا سيكسيون ديال لو شون فيها الارز وفيها المالينوا واتر سلاجر وفيها التيمبرادو وفيها دابا سلافوجار، وكاين واحد الطائر جاي في الطريق اللي كاين هو يعني لا سيكسيون ا فيها الارز، ولا سيكسيون بي يعني الصنف البي هو طائر المالينوا واتر سلاجر، والسي كاين فيها سي ان كاين تيمبرادو، والسي دو كاين الكانتور اسبانيور اللي هو تيمبرادو نيت، وكاين سي سي ان تيمبرادو كلاسيك، سي دو تي الكانتور اسبانيول، وسي تروا سلافوجار. بالنسبه للطائر المالينوا يعني لابد من المواصفات ديالو، اول حاجه الهيئه ديالو، هو طائر عنده الطول ديالو تقريبا ما بين ديك 16 سنتيمتر حتى 17 سنتيمتر، يعني طويل، العنق ديالو طويل، الراس ديالو صغير، يعني الصدر ديالو عريض وضاير، والهندام ديالو يعني الريش ديالو تيكون لاصق، ما تيكونش فيه دي فريزور، ما تيكونش فيه لي فريزور، وعنده يعني من غادي عنده واحد الزاويه تيدير ديال 30 دوغري اللي في البرولونجمون ديال الظهر ديالو ولا كو ديالو هذا، وديما هو مكامبري، ديما هو عنده واحد الهيئه يعني انيقه. اللون ديالو عندنا الاصفر
وعندنا الابيض الاصفر هو اللي مطلوب وهذا وعندنا البيض. بالنسبه للكاينين شي وحدين فيهم تتلقى فيهم طاشات اما في الراس اما في الجنب ديال هذا في العنق في الظهر ديالو في الريش ديالو ماشي مشكل غير هما دوك الطاشات ما يكونوش كبار شحال ما كانوا كبار شحال ما تيهرب على ستوندار وكاع اللي تيكون ماشي تيولي فيه الشك تيولي فيه الشك تخوف منه وتقول هذه راه ماشي سلاله نقيه وتعرف ديما حنا كنقلبوا على السلاله النقيه وهذا الشيء بالنسبه للرجلين ديالو خلاص عاديين والعينين ديالو تيكونوا محلولين هذا هادو بالنسبه للهندام ديالو ولكن لي كولور ريشيرشي عندنا هو الاصفر والبيض متواجد خلاص هذا هو بالنسبه للشكل ديالو. بالنسبه عندهم مجموعه ديال المقاطع اللي كاينه في يعني في لائحه التنقيط لا فيش دو شون في الجداده غادي نهضروا عليها ولكن ما غاديش نطيطيوها حتى من بعد حتى نهضروا على 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 التلقين. يعني كاينين مجموعه كاينين عنده اللي مهمين هما التغاريد المائيه هما الثلاثه الاولى كاينه الكلوكاند البولاند والروليند. الكلوكاند هي لي كودو تانتي ولا يعني اصوات ولا رنين دقات ولا قطرات الماء. بالنسبه للبولاند هو صوت غليان الماء وبالنسبه للرولاند هو يعني صوت خرير المياه. الكلوكاند يعني الا بغينا نديرو اون كومباريزون واحد المقارنه هي فاش بحال كطيح النقطه ديال الماء من شي روبيني ولا هذا في واحد الـ يعني الجفينه عامره بالماء تتسمع ديك كلوك 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 بلوك 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 الى اخره باش نعطيو داك الشيء من بعد ونديروا. بالنسبه للبولاند هي غليان الماء بحال درتي الماء في الكاسرونه وكتسمعوا تسمع ديك بوب 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 بوب. وكان عاد كنقول لهم بمنيتش تكونوا لي كونسون لي فويال شنو هما لي فويال اللي تيكونوا الى اخره. هذا الشيء ديطاي غادي نشوفوه من بعد كاين ان شاء الله وخلاص على شحال كل نقطه مهم. ومن بعد كاين عندنا الكور والكنور وعندنا الكور والكنور هو تتسمع الكنور هي كنر والكور هي كتسمع كر كر كر. الفرق بيناتهم هما مفروقين عندنا سميتو الاستاطونين هما أصوات المدينية عندنا الفلوت أصوات يعني ديال الناي البيلين الكلوشيت تانتي هما لي بيلين تيتسمو هما رنين ديال الناقوس اللي فليت رولي الى اخره. هادو هما اللي يمكن لهم حتى نضيطيهم من بعد باش ما سيربو حتى ان شاء الله تكون لنا درس غير فيهم كامل باذن الله. وعندنا من بعد حيت نكملوا كاينين عندنا عاوتاني المساوئ يعني التغاريد السلبيه اللي كنصوا عليهم كل وحده وهذا هذا غير واحد الفكره الجداده وكل شيء. بالنسبه يعني التلقين التلقين ديال طائر المالينوا واللي حنا دابا في هذا الوقت محتاجين له راه في هذا الوقت هو اللي يعني الوقت ديالو بعد ما كتمر بالنسبه لطائر المالينوا والتربيه ديالو كتمر بواحد المراحل وداك المراحل تقريبا راك شتيها مع الاخوان لا في طائر الارز ولا في طائر الكناري اللون اللي دازوا معاك يعني تقريبا بحالها بحال المالينوا كتكون التهيئ ديال الطائر من بعد التهيئ ديال الطائر كيكون التزاوج من بعد التزاوج تيكون التفريق من بعد التفريق تيكون يعني التكاثر وهذا تيكون كيفاش تعتني بهم حتى تيوصل الفطيم. حيت كيوصل الفطيم هو فاش تيجي عندنا دابا حنا هو اللي غادي نتناوله. بالنسبه ليا انا كنت واحد الوقت في 2007 كنت كتبت هذا الطرق كنت درت واحد طريقتين ديالي ديال التلقين وهاد الطريقتين يمكن لك زعما يمكن الواحد اي واحد يخدم بها. الطريقه الاولى لا بروميير ميثود ديكولاج هي من حيث كنبغي نبدل الطير التغريد ديالو ولا نزيد له يعني تغاريد اخرى. اش كدير كناخذ انا دوك الطيور من يعني الاسبوع الاول تيدوزو من فوق الاسبوع الاول تناخذو ما تيبقاش يسمع لوالديه يعني كنهز اما نطعمو بيدي اما نخليه النتوى طعمو ولكن يكون كيسمع حاجه اخرى. هذيك الحاجه اخرى شنو هي؟ تسجيل سي دي
الى اخره. المهم دابا تنهضروا حنا عامه، وعاد غادي نقول لك شنو هو الفرق ما بين التسجيل وما بين الطائر بالنسبه للمالينو من الطائر الاستاذ. وكان بدا تنخدم معاه بحال دابا هزيت التطويرات تنطعمهم بيدي وتيسمعوا تيسمعوا كان الى اخره حتى تيتفطموا تيبقاو ديما تيسمعوا بحال الطريقه ديال الحسون والهجين ديالو. كيبداو يسمعوا. من بعد عندك جوج ديال المراحل الحوايج، يا اما كتخليه في فولير مجموعين يعني في واحد المسرح مجموعين وكيتبقاو يسمعوا هذاك التسجيل ولا هذاك الطير ولا هذاك الا بغيتي تبدل لهم الى اخره، تيبداو يسمعوه حتى تيكملوا البداله ديالهم وعاد ديرهم في القفوزه. واما كدير لهم لا ميثود باربار اللي هي كتهزو من الفطيم وكديرهم في قفوزه وتسد عليهم تولفهم بداك الظلمه وداك الشيء وتسد عليهم شي ما يشوف شي وتيبقى غير كيسمع حتى من بعد. هذه عندها المساوئ ديالها هو ان الطير تيجي فيه البيكاش يكون منيرفي ما تيكونش كيهضر الى اخره. انا اللي كان الطريقه اللي كان زعما نشجع عليها الاخوان هي الطريقه الاولى انني نخليهم في ديفوليير تنخليهم ويبقاو حقاش الطير هو راه من نهار تيخلق لا ولكن الاسبوع الاول تيدوزو الاسبوع الثاني فاش تيبدا الطير كتجي عنده العش وتيبدا يهبط راسو تنقولوا حنا تيعيق ديك الساعه راه تيسمع ديك الساعه راه تيحفظ بالمزيان. وراه عاودت لك على لانيكتود ديالي اللي كانت درتها في الطيور اللي هزيت عطيتهم التسجيل ومن بعد فاش فطمتهم بدلت لهم التسجيل وبقاو قابطين داك الشيء اللي قديم راه حنا هضرنا عليها هذه بالتجربه كنبدا غادي معاهم هكذاك. يعني هذه الميثود الاولى تيبداو يسمعوا وتيسمعوا غير داك التسجيل. هذاك التسجيل هي هذه الطريقه اللي تيديروها الاخوان ديال الفلاوطه قليل فين تيديروها ديال المالينوا. علاش ما تيديروا معدل ما كانش عندهم متر شانتور علاش ما تيديروهاش المالينوا هذه؟ ولكن حتى هي ممتازه غير هي المشكل اللي فيها هو اللي توردو يعني التغاريد المائيه صعيبه في التسجيل ما كتجيش مزيانه كتمشي لها الجوده ديالها ديال الماء كيولي الماء يعني كنوليو تنسمعوها حنا تنقولوا بحال الكلوك تنقولوا فلوتي ولا تنقولوا خوات ما تيبقاش داك لحقاش السمع ديالو ديال الطيور ماشي هو السمع ديالنا حنا. ولكن الا كان شي تسجيل ممتاز وبهذا بالتقنيات راه لابد تلقاو لحقاش كيفاش وصلوا هما لهاد الطيور راه وصلوا لهم بهاد سميتو غير هو ما تيكونش المردود كبير تيكون المردود صغير شي بحال بالطير الاستاذ. بالنسبه للفلاوطه راهم تيديروا بحال هذه الطريقه هي باش يخدموا حتى تيخرجوا الطيور. بالنسبه للتغاريد المالينوا في التسجيل الفلوتات لي سون ميتاليك لي كنور لي سونري لي بيلين لي بيلرول الفلوترول الى اخره هادو كلهم تيتقبطوا ساهلين في التسجيل ما كاينش مشكل تيتقبطوا متلازمين. اللي صعبين هما الكلوك والبول حتى الرول تتمشي هادو هما اللي صعبين. هذه الطريقه الاولى. من بعد فاش كدير كتبقى انت ديما الهاوي تيبدا يتصنت لذاك الطيور هما مطلوقين في المسرح وبداو تيبجطوا بداو تيخرجوا شويه ديال الكلام بداو تيتسلحوا تنبدا نسمع. الا كنت طالقهم في المسرح تنبدا نسمعهم يوميا خصك تسمع الا ما تكونش مره تكون جوج وحدهم هما تيزيدوا تيفرزوا الكلام وانت كتسمعهم. علاش؟ باش الا كان شي طير اللي خارج على الطريق كتحيدو من تما لحقاش il va contaminer toute la voliere غادي يعادي لك كاع المسرح غادي يعادي لك. العيب هو السهل بحال عند الانسان العيب هو اللي تيتقبض دغيا ما فيهاش معايا سير بوحياك كتسمعني مزيان يعني كيتقبض دغيا تنبقى حاضي حتى كنفرق دوك الطيور. حاجه اخرى اللي مهمه هو انك فاش كتكون كتخدم بالتسجيل يعني فاش كتخدم بالتسجيل راه ماشي بنادم تيخدم بالتسجيل واحد يعني طيله التلقين لا راه تيخدم بالتسجيل وتيبدل تيشوف الكلام اللي ما جاش للطير تيعاود يرون فرصه التسجيل يعاود يدير تسجيل اخر شنو اللي عنده الخصائص. يعني في العام راه يمكن لك تلعب نفس التسجيل ولكن كتلعب فيه هادي كتزيدها هادي كتقللها هادي من هنا هادي ناقصه هادي زايده هادي هذا انا تنقول لك بالنسبه للكناري الحفاظ هادشي راه لائق حتى بالنسبه للكناري الفلوطه الكناري المارينو والكناري الفلوطه لائق فيه بزاف. هادي هي الطريقه الاولى يعني من حيث كتبغي تغير
واحد النقطه في هذه الطريقه الاولى باش تعرفني واش معاك ولا ماشي معاك. مرحبا. ذكرتي جوج نقاط. ذكرتي قلتي يا ودي كناخذو بان ملي كتكون عندهم واحد الاسبوع وكنوكلوهم نكملوهم حنا او كنبعدو منه باه وكنخليوهم عندهم. هالا هذه الاولى. واش هذه المساله الاولى ما عندكمش تخوف من الام من خلال هذاك بلاتي؟ خلينا نكمل لك عاد غتجاوبني. المساله الثانيه ذكرتي بانك كديرهم في داك الفوليير جماعه وكيرواو جماعه او كدير كل واحد داك شي سيباري في قفزو. هذه المساله ديال جماعه ما تخافش بانه تقدر تكون دوز شي نتوى ولا جوج وتخلق لكم مشكل في التغاليد. تفضل. واخا جاوبك على السؤال الاول. بالنسبه اللي عنده الوقت وبغى يوكل بيده كان احسن تحيد الجانب ديال الخطا تحيدو كثير. الا خلى النتوى حنا ديما تنقولوا تنختاروا النتاوي اللي مزيانين ولا الى اخره. الا خلى النتوى تيكون عنده واحد شويه ديال سميتو ولكن حيت تيكون طلق على التسجيل راه تيغمق عليها داك التسجيل على النتوى. وحتى هي التجربه وعطاتنا مزيان. واخا النتاوي اللي تيكونوا معاهم تما صغار ما عندناش مشكل، ما عندكش مشكل، غير راه دابا تنخليو النتاوي حتى في الطريقه الثانيه راه يمكن لك تخليهم حتى لسبتمبر. هي من الاحسن تحيدهم ولكن الا دازت وحده بالخطا ولا هذا ما كاين مشكل. وشنو عندك؟ انا قلت لك بانك كتحضي كتسنط راه ماشي غير تحلق داكشي الله، راه من حيت كتعرف التبجغيط ديال النتوى والتبجغيط الذكر. التبجغيط ديال النتوى راه تيكون مقطع والذكر راه تيكون باين، من حيت النتوى ما كتفرش ولا هذا كتقبطها وتتحيدها وتديرها مع النتاويه. اكثر من هذا انا دوك النتاوي تنخليهم في نفس البيت مع دوك الذكوره وتنديرهم في قفوز اخرين في مسرح اخر باش حتى هي تاخذ داك الكلام وتبقى نقيه، ما نديرهاش هي مع الاخرين اللي غادي يوثقوها. تفاهمنا؟ والتسجيل كتعطيه على حسب كيفاش داير الوكر عندك. كان عندك الوكر فيه طيور برانيين تيتسمعوا كتكثروا. كان عندك وكر نقي ماشي مشكل تعطي ثلاثة د المرات التسجيل الصباح بكري مع الغداء ومع العشية والطير تيكون عطشان بالكلام وتيسمع. أكثر من هذا أحسن طريقة فاش كتبغي تكون كتوكل بيديك وكتحفظ تخلي تلقى التسجيل، خليه يبدا يهضر التسجيل تيبداو يغوتوا الفراخ تيبغيو ياكلوا كتمشي حتى توكلهم انت. اش كيديروا هما؟ ils associent هذاك لو شون ديال لونغيستريمون او بارون، يعني كيولي بحال هذاك التغريد ديال 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 اللي يحترقوا لهم انت بحال باه تيولي تيسمع التغريد تيبقى يغوت باش انتباه كيعطي داك الانتباه ديالو اكثر. ما هذاك لو كونديسيونمون ديال بافلوف. اييه الكونديسيونمون يعني هذه كديرها هادو من التقنيات كتولي نتايا داك التسجيل تيولي حافظو تيغي تيسمعو تيولي تيدير تيترد معاه. ولكن هذه بالنسبه للطائر المالين وهو طير سلاجر قليل اللي تيديرها هذه الطريقه. انا تنقول لك الا ما كانوش عندهم الطيور شنو يديروا؟ راه يتما والمردود ما تيكونش بزاف، بينما في الفلاوطه تتعطي نتائج ممتازه. تفهمنا؟ وخلاص راه البريباراسيون ديال لي كونكور غادي نقولوها بالنسبه لهم غادي تكون بالنسبه لي دو ميثود غادي تكون عامه. هذه بالنسبه للطريقه الاولى تنظن راه تطرقت لكاع المحاور ديالها. الطريقه الثانيه اول حاجه هذوك الطيور اللي كتكون كتخدم بهم تيخصهم يكونوا طيور ممتازين. علاش؟ لو داتش يكونوا جالسين في ليلفاج مع الصغار يعني هذه الطريقه ما كتهز الاولاد حتى كتفطمهم حتى كيبداو ياكلوا الراس. واخا ما كنعطيش الذكوره انهم ياكلوا مع النتاوي ولكن راه تيتكون الذكر راك عاطي النتوى اخرى خدامه معاه. بحال دابا انا عطيته لهاد النتوى راها ولدات راه كتقتلها الى اخره تيتسمع ولا هذا
كانت عندك لا بوسيبيليتي باش تحيدو كاع من تما الا ما كانش كيسمع بواه احسن. كان كيسمع بواه ومن الطيور ممتازا ممتازين والسلاله الممتازه وداك الكلام اللي انت غادي تحفظ به كان احسن كان افضل. يعني 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 تيخصك تكون عندك السلاله نقيه ولي كروازمون يكونوا نقيين بيان سور. انت راه داك لي كروازمون ديالك داك داك التزاويج اللي درتي راه ما غتعرف النتيجه ديالو حتى فاش غيبداو يخرجوا الطيور. كتهز دوك الفراخ كتهزو فاش كيتفطموا كتكون موجد طائر الاستاذ لو بروفيسور. طائر الاستاذ ماشي غير طائر راه تيكونوا طيور اساتذه الا بغيتي تنجح التلقين ديالك تيكونوا طيور. وهذه هي الطريقه المعتمده في طائر الكناري مالينوا وطير سلاجر. هي هذه دابا اللي غادي نقول لك هي اللي كيديروها بزاف ولكن انا لابد هضرت على الطريقه ديالي انا اللي دايرها يعني باش الاخوان يستافدوا منها اذا ما كانش عندهم طائر. كتكون انت موجدو هذاك الطائر كيفاش موجدو؟ احسن حاجه تتكون طالقه في واحد المسرح كبير باش يولف ياك وكتجي فاش كيتفطموا دوك الطيور كتطلقهم معاه كتلقوا معاه. هذه الطريقه الممتازه تيبدا يتكلم عليهم كتلقاه هو تيتكلم عليهم هما تيدوروا به كاملين تطلق ذكوره ونتاوي. ولكن الاحسن الذكوره الا عرفتي نتو تحيدها ولكن واخا تكون نتو ما كاين في المشكل الا كانت سلاله مزيانه كتلقاهم دايرين به تيحفظوا هو تيتكلم هما دايرين به تلقى 10 اولاد تيدوروا به سبحان الله بحال الاستاذ هو واقف وما دايرين به وتيحفظوا. الا كان كيتكلم عليهم في وسط المسرح مزيان تتخليه هذاك راه غادي تكون نتائج ايجابيه. ما يجيو فين يبداو يجخطوا حتى يجخطوا بالكلام ديالو ديال الجدر تيبداو يهضروا بالكلام ديالو. كان ما تي يتكلمش معاهم لداخل حطوا برا بالجنب ديالهم بالجنب ديالهم عاوتاني كتحطوا بالجنب ديالهم. الامتياز اللي فيه هو ما تياكلش معاهم داك الماكله ديالهم لحقاش الماكله ديالهم تتكون الرطاب وداك الشيء النبلول عليهم لي باطي وداك الشيء هو تيضروا به الجدر يعني لو بروفيسور تديروا بالجنب ديالو تكون الماكله ديالو بوحدو وتيبدا يهضر. النبلوله راه ما تيبغيش يهضر قبالتهم ولا هذا بقى تفرق له ما يشوفهمش تيبدا يتكلم حتى تيبدا يولفهم غير تيبدا يتكلم تيتمو جايين كلهم عنده عاوتاني داك الجنيب وتيبقاو يسمعوه وتيبداو يحفظوا. تتقدر دير لهم ماشي غير طير واحد جوج طيور ثلاثه طيور اربعه طيور ولكن يكونوا في مرمه واحده كلام واحد ديريكسيون دو شو وحده ما تدوخلوش نفس النمط نفس النبات نفس يكون ما عندوش البول في الطير اللي غيحفظ به عنده الكلوك وعنده الشيء الاخر ما عندوش البول تيجي طير عنده البول وعنده كلوك ماشي حتى ليه تيحفظ له داك البول وتيحفظ له داك الكلوك اللي ماشي حتى ليه لحقاش السهله هي اللي تيحفظها دغيا ولا ما تكونش عنده الكلوك وتيحفظ داك البول وما يجيبش ديك الكلوك الاخرى الكلوك هاند ما تيجيبهاش ما تيجيبهاش تيولي جايب غير تيتبع داك المرمى ديال الاخر ولا حطيتي جوج طيور يعني متغيرين طيور كيمشيو مع طير وطيور تيمشيو مع طير سبحان الله وكاين اللي كيقبط بيناتهم بجوج ولكن انت تيخصك الارضيه توجدها. يعني سكت الطير اللي نفرض كان تيهضر لداخل سكت الطير تيخصك يكون عندك ريزير توجدو باش عاوتاني يكمل لهم باش من بعد من حيت تيخرجوا تيدوزوا داك البداله تيبداو يجخطوا بالكلام ديالهم بداك الكلام ديالهم اللي حفظوه النبل الاولى مع باهم تيبداو يجخطوا به تيهو ايضبا. انت كهاوي كتسمع كتصنط كانت كلمه رقيقه تحيدها هادشي ترميه ولكن ديرو فشي بلاصه اخرى الا كان عندك اتساع وتشوف راه يقدر يخرج مزيان يقدر يكون التزاوج مزيان الى اخره كتبدا تسمع. من بعد حيت كيجي الشهر حيت يكملوا البداله وهذا تيجي تيبداو يهضر الجدر تيكونوا هما ديك الساعات نضجوا تيبدا يهضر الجدر يعني الاستاذ طائر الاستاذ لو بروفيسور تيبدا يتكلم تيتبعوه تيولي تيتبعوه حتى اللي كان خارج على السطر تيتبعوه. انت شنو كدير انت كهاوي قبل كتقبط داك الطير من حيت كتشوفو بدا تيهضر كديرو في قفزو قفزو صغير ديال ليكولاج وهذا تتسمعو كي داير واش ما خرجش شي عيب واش باقي كلامه مزيان واش هذا باش تكمل به. الا ما كان تيليمينيه وتحيد وتجيب شي طير اخر لحقاش هذيك هي لا بيريود المهمه عندنا هي هذيك الاخرانيه فاش يسمعها قبل ما ديرهم في القفوزه. يعني هذا يعني الطير انت الا شتي الا لاحظتي من حيت كتفطمو ولا من حيت كتبدا تزقو هو تيحفظ
حتى كتوصل لوقيته فين غديروا في القفوزه. فين غديروا في القفوزه هي هذيك اللي تيقول اكثر الناس تيقول لك بديتي تحفظ ولا ما بديتيش تحفظ. هو تيهضر في سبتمبر تيقول لك واش بديتي تحفظ ولا في اكتوبر. شحال المده الزمنيه وصلت هذيك الساعه؟ شحال المده الزمنيه وصلت؟ الا كانت ولد عندك في مارس راه ابريل ماي جوان جوي اوت راه خمس شهور عنده اربع شهور الى اخره وانت عاد تيقول لك واش بديتي تحفظ. هو غلط يعني فاش كيديروا في القفوزه تيقول لك احنا غنبدا نحفظ. لا ماشي غتبدا تحفظ ديك الساعه فاش كدير في القفوزه في سبتمبر وفي اكتوبر. لا راه كتبدا تتوجد الطير وتمرنو باش يبدا يغرد في القفز ماشي باش يحفظ ويبدا. اما هو راه حافظ مع العلم ان كاين الطير اللي تيكون ما سمع شيء ولا سمع وبغيتي تقلبو راه تحطو حدا شي طير تقلبو في البلاصه ولكن اكونديسيون يكون داك الجدر تيهضر عليه ودومينو تيبدلو. فاش كتجي هاد الوقيته تسمح نسميوها حنا لا ميزون اوكاج. الاغلبيه تيقول لك ليكولاج. انا ما متفقش معاهم ماشي ليكولاج. ليكولاج راه تيبدا من الايام الاولى ديال الطير وهو تيحفظ من اللب الاولى ديال تتسمى لا ميزون كاج. لا ميزون كاج كيفاش كنديروا لها؟ سي اون بريباراسيون او كونكور يعني تهيئ للمسابقات ولا تهيئ للتصناط ديال الطيور. اش كنديروا؟ تنجيبوا الطيور تنديروهم في ديكاج ديكولاج. ديكاج ديكولاج عندنا الكاج ديكولاج ولا الكونكور تيقول لهم هاكا. المهم حنا القفوزه نسميهم ديال المسابقات عندهم واحد المقاييس ديالهم. الحمد لله عندنا واحد الصانع ممتاز السي يونس فنجل اللي تيصرع داك الشيء المغرب كله تياخذ من عنده. يعني عندنا داك الشيء مزيان وعندنا المعايير ديالهم. يعني خاصة البيرشوار الأول تيكون في الديسة الثالثة والبيرشوار الثاني تيكون في الديسة السابعة من جهة الباب. وعلاش كنديروا حنا هاد المعايير هكا؟ حنا بالنسبة لنا راه تنديو قفوزاتنا ولكن بالنسبة للخارج علاش دايرين هادشي؟ علاش؟ حيت هما فاش كتدي الطيور كتديهم في كاجو وهما اللي كيوجدوا لك القفوزة. تيكون الطير مولف داك العبار ديال القفز ديالو كيبقى اللي عندك في الدار كيبحال اللي عندك في المونديال كيبحال اللي عندك في المسابقات. هادشي علاش كيديروا؟ نطلبوا من الله حتى حنا نوصلوا اننا نبقاو نوجدوا القفوزة للهوات وهذا. يعني كديرهم النهار الأول تدير هذوك الطيور كلهم تتخليهم تقريبا واحد 3 ايام ولا 4 ايام تيتشافوا بيناتهم وتتحضي الماكله. علاش؟ لحقاش كنديروا ليمن تنديروا الخليط ديال الاكل يعني الحبات الكرين وفي اليسر تنديروا الماء كتحضيهم لحقاش يقدروا ما ياكلوش داك الشيء وهذا ويقدروا يموتوا لك ولا هذا خصك تحضيهم وتشوفهم حتى يبدا ياكل. من بعد تيدوز داك الايامات الاولى حتى الاسبوع كدير بيناتهم دي سيباراسيون تدير بيناتهم واحد يعني خشيبه ولا هذا كتفرق بيناتهم شي ما يبقى يشوف حقاش كيكونوا هما مولفين بيناتهم في المسرح وشي ما كيشوف شي ويعني وكتفرقهم كيبداو يتعايطوا بيناتهم. بالنسبه فاش كنديروا ديكاج اسمح لي اخويا ربوح ما فيها باش فاش كنديروا قفوزه راه تنزيدوا معاهم تنحطوه معاهم باش يزيد يكمل لهم التلقين ديالهم تيعاونهم. ومن الاحسن فاش كنسمعوا شي طير مزيان ما كنحطوش فوقهم كنحطوه تحت منهم ولا بجيبه الصوت تيطلع للفوق ماشي تيهبط لتحت. يعني فاش كتحط الطير المزيان ديما لتحت تيطلع الصوت للفوق وتيسمع الفوق منه وتياخذ منه الكلام. من بعد كتبدا تظلمهم. نسينا واحد الحاجه ما قلتهاش ان في الوقت ديال التلقين فاش يكونوا في ليفوريير ولا هذا راه ما تيكونش الضوء الطبيعي كتنقص لهم الضوء بشويه بشويه حتى تتولي لابينومبر هي ماشي الظلمه كامله ولكن الظلمه شويه. يعني الطير فين يشوف فين ياكل فين يمشي وهذا يعني في ديك الوقت ديال الصيف راه حتى هو راه نسيت ما قلتهاش غير بين قوسين ما فيها باش نذكروها. يعني كتولي لكم تهبط يكون عندك ارموار كتهبطو. من الاحسن تدير تتجروب بهم بالعائلات ولاد هاد الطيور كتجمع ولا الطيور الاخرى تجمعهم بوحدهم لو تيديروا شي ديك الساعات يلاه تيبقاو يفونيو لو شون ديالهم وتيبداو يجبدوا تبدا تسمع الكلام المزيان والرنا الى اخره. كتخليهم تقريبا واحد جوج الاسابيع وهما هكاك يلاه كتبقى تطلع عليهم باش ياكلوا هذا وشو كلشي مزيان عاد تبدا تخرجهم تصنط عليهم تبدا تخرجهم تصنط عليهم
تصنط عليهم وما تكثرلهمش، لحقاش حنا كندوزو تقريبا ثلث ساعه قدام الحكم، انت تبقى تدوز تهزهم هذيك ربع ساعه وتعاود تردهم حتى يبداو يتكلموا. علاش؟ باش تيولفوا انهم فاش كتحطوا تيخصو يغرد كيولي عاوتاني حتى هو الكونديسيون مهم، حيت كتعريه وتتجيبو تيخصو يغرد، خصو يقول داكشي دغيا قبل ما تدخلو لبلاصتو. لحقاش التغريد راه كتعرف هو يسامبوز طير تيبين لك بان لو تيريتوار ديالو تيعيط للنتوى الى اخره، داك التغريد عنده راه هو كلشي. يعني فاش كتخرج ما كتخرجش بالربعه، لحقاش حنا كندوزو الطيور بالربعه، اما ستام فيه ربعه ولا سيري فيها جوج ولا الانديفيديوال تيكون بوحدو، ولكن تيكونوا بالربعه، يعني كيدوزو ربعه ديال الطيور ربعه ديال الطيور. انت ما عمرك تدوز بالربعه فاش بغيت تخصو بستام، ديما دوز بالخمسه بالسته باش يولفوا تيهضروا وتولف بان باش حتى الا كان شي واحد مرض ولا هدف المسابقات كتبلاصيه وتتبقى تبدلهم البلايص ديالهم. مره ديروا في الار حقاش دابا عندنا الار هي هذه البي اللي تحتها السي هنايا والدي هنايا، كتبقى دير مره هنا مره هنا مره هنا، كتبقى تولفوا بلايص باش يبقى يغرد في جميع البلايص جميع الاماكن، واش كتبقى تصنطلو تتصنطلو وانت مره دير كاسكيطه مره دير بحال تتكمي مره تدير النظار مره تتحرك، وهذا باش كتولفوا. علاش؟ باش حيت كيتحط الحكم تيكون مولف بديك كيف ما جاء الحكم دير بحال كتشرب قهوه ولا شي ماء ولا شي حاجه، لا الطير تيولف هاد المسائل هادو من التقنيات اللي باش لحقاش شحال واحد تيجيب الطير ديالو ما عارفش هادشي وتيجي وتيحطو وما تيهضروش، ولا انت تضرب تمارا العام كامل علاش باش تمشي تشوف فين وصلت. وانت فاش كتبقى تسمع هاد الطيور وكتبقى ما فيها باس، الهاوي خصو يكون عارف التغريد ديال الطير، يعني عارف ضروره معرفه تغريد طائر كناري المالينو وطير سلاجه، يعني النوطات كلهم يعرفهم ويعرفهم شحال كيجيبوا الى اخره، ويبقى يقيد يقبط هو تيدير ويقيد هذا راه ضرب لي هذه عنده هذه هذا عنده هذه هذا ما تيهضرش سطاطولين اذا هذا راه غادي يكون عنده مشكل عندك فاش غادي نبغي ندير سطام راه غادي يمشي ليا من هنا ما غاديش يدوز هذا راه تيدير. وانت كتسجل الطيور ديالك وكتعرف الطيور ديالك المستوى ديالهم وكتفهمهم وانت كتقيد كتوثق الى اخره. اسمع هذه الطريقه تسمى تهيئ المسابقات، يعني بالنسبه للجوج ديال الطرق ديال التلقين. تنظن انني قلت كل شيء ما نسيت شي حاجه الله اعلم، الا كان شي سؤال ولا شي حاجه على ما تفكر يا سمح لي اخويا ربوح انا راني شويه. لا الحمد لله لا الحمد لله شي جميل. عندنا غير واحد السؤال ذكرتي في السياق الكلام ديالك، يعني كت مع السلاله او كيف كنقولوا حنا لي غاس الموالي، دابا باش ممكن شنو هما المعايير، ما هي المعايير اللي كتعتمد عليها سي زين الدين باش تعرف هاد الطائر راه غاصه يعني سلاله انقيه؟ واش كتعتمد على الريبيرتوار ديالو او الحنجره شنو هما؟ نبغوا نعرفوا هاد الشيء. راه وقيلا خويا كنا تطرقنا له ولكن ما فيها باش نعاودو نذكروا ما فيها بس. بالنسبه للطيور باش تعرف سلاله بانها مزيانه هو بالتغريد، حيت كيغرد لك الطير هو كتعرفو كيفاش داير التغريد، تيخصو يكون ممتاز التغريد، تيكون يعني رخيم، تيكون ثقيل ما مزروبش، تيكون الصوت مسموع. تعقل فاش قلت لك ما يكونش عالي ما يكون شيء هابط هابط تمام كون في الوسط، يكون طير عنده القدرات باش يجيب مجموعه ديال التغريد، يعني لو ريبيرتوار كله يجيب كاع لي تور دو شون، ولي تور دو شون فيهم دي فاريونط، يعني فيهم اش بغيت لي فاريونط بحال مختلفات، يعني كتلقى كلمه وحده بحال الكروشيت هي تغريده وحده وفيها متنوعه. الفلوت كتلقى عنده بزاف ما يكثرش منهم بحال لي فلوت، لحقاش ساهلين المالين هو كله كتلقى عنده لي فلوت ما يكثرش منهم، ولكن يجيب ممتازين. تلقى يجيب لك بوي 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 تيغون تيغون تيغون، هادو كلهم دي فلوت متنوعين اللي غادي يجيب لك ثلاثه ولا اربعه ممتازين، ماشي بحال اللي غادي يجيب لك وحده ولا جوج تيولي تيتجازف. يعني شكون الطير اللي خصو عنده القدرات يضرب لك الكلوب ويضرب لك البول
الغول ويضرب لك الخصوم ميتاليك ويدوز لك هذا وهذا. هادو كتشوفهم فين؟ كتشوفهم في الطير فاش كيغرد لك. علاش نقول لك انا فاش كنبغيو نزوجو خصنا نزوجو بسلاله نقيه؟ انت ما كتبان لكش، ما عندكش، ما عندكش كيدير تعرفها، عندها داكشي مخبي. الذكر كتعرف باش تنقولوا خوتها، خوت هاد الطير ولا خواتاتو ولا امو ولا هذا كتعرفهم، وانت كتولي حتى كتولي تدير السلاله ديالك، يعني كتولي السلاله ديالك. اما السلاله باش تعرفها تتعرفها بالتغريد ديال الطير، حيت كتلقى الطير تيقابط لك الكلام. لحقاش الاغلبيه ديال الطيور ديال المالينوا ملي كيمشي لك مع لي توردو تيجيبهم ممتازين، تيكون عنده ديفايونس في لي تور الاخرين التحتانيين. صعيب حيت هادوك تيحتاجوا واحد يعني اون سيرانكس اللي فيها مائيه، وتيمشي تيولي كيهضر لي تور روسينيورون ديال الحسنيه ديال البولبول فيما فيهم لي ميتاليك ولا هذا، ولكن كتلقى الطير تيضرب لك بوت 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 بو 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 طن طن طن. هذا تيكون طير ممتاز، يعني تيضرب الميتاليك وما تيأثرش فيه، وتيضرب الكلوك وما تيأثرش فيه حتى هو، فهمتي؟ ويمشي لك عاوتاني في الفلي تيغون 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 بوي 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 ري 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 تنك 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 تنك. هكا تيكون الطير كتحس به بسميتو. اما الطير اللي تيكون كيفرق الكلام ولا كيجيبو رقيق ولا كيجيبو مزروب ولا ما ولا كيجيبو انفي، هذاك ما غاديش تسنى منه شي حاجه مزيانه. يعني ضروري ما تسمع الطائر باش تعرف السلاله النقيه من السلاله اللي ماشي نقيه. صدق واش كطرا في حالتي طرات واحد الحاله، حنا كنجيب قياس على يعني الطائر الحسون ولا الهجين ديالو، واش يعني نفس يعني كيطراو هاد الحالات حتى في طيور اخرى؟ مثلا واش كطرا لكم هاد الحاله ديال الطير ما تكلمش كمل هاد، واش كتسناه كتبقى تخدم معاه؟ ممكن كتبقى انت تقول ما ربنا يكون هذا غاصه شي حاجه، او يعني لما تكلمش راه اشنو هو عندكم يعني وجهه نظر ديالكم في الطير لما تكلمش واش كطرى هاد الحاله ولا لا؟ ما غردش كاع، ما تكلمش ما خرجش اللي ما خرجش تقول ما خرجش، تيكون اما مريض اما مهرسه فيه البداله اما هذا. كثره في ديال الطيور هذه كانت طرات لي التجارب، طرات لي سورتو في الفلاوطه، حيت كدير لهم ديك لا ميثود باربار انهم كديرهم في القفوزه ولا هذا، تيكون الطير ما تيتكلمش ولا تيمرض وما تسمعش هضرته، وكتخليه وكتبقى خدام معاه. العام الثاني فاش تيخرج تيخرج ممتاز، تيسمع بزاف سبحان الله. والمالينوا كاين الطير اللي تيخرج بشي تغاريد قلالين وهما مزيانين، كنكون عارفه بان من سلاله مزيانه ولا هذا، ما كنفرطش فيه، تنخليه نخدم به ونخليه في البداله كرميه مع طيور عندهم ريبرتوار كبير، تيقلب كلامه تيولي يتبعهم في الكلام، يقلب كلامه كاع ويتبعهم في الكلام. سبحان الله. الكلام تيبقى فيه ما يتحركش منه كاع. سبحان الله.